بسم الله الرحمن الرحيم. أقدم من حضراتكم نفسي مقدم مصطفى محمود، ضابط شرطة طبعا، وأنا بعتبر نفسي من جوايا ضابط قوات مسلحة بالإضافة إن أنا ضابط شرطة. أنا منذ الصغر أنا الحمد لله بحب القوات المسلحة زي ما أنا بحب الشرطة. والسبب في الموضوع ده إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا فتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإنهم خير أجناد الأرض، واتخذوا منهم جندا كثيرا فإنهم خير أجناد الأرض. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أنا بعتبر أن ضباط الشرطة بعتبرهم أمن داخلي، هم فعلا برضو خير أجناد الأرض مثل القوات المسلحة، لأن القوات المسلحة والشرطة بيكملوا بعض، أمن داخلي وأمن خارجي، وما فيش تفرقة بينهم، هم أصلا يعني كيان واحد. ويعني ربنا يحفظ مصر وأهل مصر، ويعني أنا حبيت أقول الكلمة دي عشان من قلبي، ورب تكون وصلت قلوب حضراتكم. شكرا، السلام عليكم. مشاهدينا الاعزاء، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجنا. ويسعدنا النهارده ان احنا نتقدم بخالص التهاني لفخامه السيد الرئيس في انتصارات اكتوبر. والنهارده طبعا يوم عيد ويوم جميل، احنا عارفين كلنا العاشر من رمضان حدث جميل في انتصار اكتوبر. ويسعدنا النهارده ان احنا نتقدم بخالص التهاني لجيش مصر العظيم وشرطه مصر العظيمه. وتهنئتنا النهاردة لسيد فخامة الرئيس وكل رجال الشرطة المخلصين ورجال الجيش. ونطلع نشوف تقرير في كلمة للعميد مصطفى محمود: الجيش والشرطة درع وسفينة لهذا الوطن. ونرجع تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. أقدم من حضراتكم نفسي مقدم مصطفى محمود، ضابط شرطة طبعا، وأنا بعتبر نفسي من جوايا ضابط قوات مسلحة بالإضافة إن أنا ضابط شرطة. أنا منذ الصغر أنا الحمد لله بحب القوات المسلحة زي ما أنا بحب الشرطة. والسبب في الموضوع ده إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا فتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإنهم خير أجناد الأرض، واتخذوا منهم جندا كثيرا فإنهم خير أجناد الأرض. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أنا بعتبر أن ضباط الشرطة بعتبرهم أمن داخلي، هم فعلا برضو خير أجناد الأرض مثل القوات المسلحة، لأن القوات المسلحة والشرطة بيكملوا بعض، أمن داخلي وأمن خارجي، وما فيش تفرقة بينهم، هم أصلا يعني كيان واحد. ويعني ربنا يحفظ مصر وأهل مصر. ويعني أنا حبيت أقول الكلمة دي عشان من قلبي، ورب تكون وصلت قلوب حضراتكم. شكرا، السلام عليكم. كل عام وكل مصر طيبين وكل شعب مصري طيب، شرطتها وجيشها العظيم. انتصارات اكتوبر انتصارات تملي، بتدي الفخر للشعب المصري بعودة الكرامة لمصر وعودة الكرامة لكل المصريين وعودة الكرامة للوطن العربي. ان شاء الله تبقى مصر دائما قوية. كمان زي ما بنحيي اخواتنا وعلى الجبهة في الجيش بانتصارات اكتوبر، بنحيي اخواتنا في وزارة الداخلية على ما يقام من مجهود، بنحيي ملازم سيد عبد الحليم، بنحيي ملازم عبد الرحمن اشرف والملازم يوسف بلاسي، وهؤلاء رجال شرطة بيقدموا كل ما عليهم. ويمكن احنا النهاردة وفي رمضان بنتابع مسلسلات برضو بتحكي
ما زي ما في بطولات في الجيش في بطولات في الشرطه ومع زميلي تامر. واحنا النهارده طبعا بنقول لك كل سنه وانت طيب يا دكتور سيد وسعداء اللي انتم موجودين معنا النهارده، وسعدنا النهارده اللي يكون ضيفي وضيفكم الاستاذ حسام حنفي مدير عام الاتحاد العام للتعاونيات. اهلا وسهلا بك يا استاذ حسام، ويسعدنا طبعا يكون موجود معنا ضيفنا الاستاذ مجدي جورج مدير التخطيط بالاتحاد العام للتعاونيات. احنا النهارده طبعا منورينا ببرنامجنا، والنهارده يسعدنا بقى ان الاستاذ حسام حنفي يكلمنا عن الاتحاد العام للتعاونيات. يعني ايه تعريف الاتحاد العام للتعاونيات؟ معظم المواطنين ما يعرفوش الخدمات اللي بيقدمها الاتحاد العام للتعاونيات، فاحنا النهارده عايزين نعرف الساده المشاهدين اللي بيشاهدونا حاجات كتير عن الاتحاد العام للتعاونيات. يا ريت الاستاذ حسام يبدا معانا ويعرفنا. اولا في البدايه احب اتقدم بالشكر لسيادتك والدكتور سيد والعاملين بالقناه بمناسبه رمضان، وكل سنه وانتم طيبين. بالنسبه للاتحاد العام للتعاونيات هو يعتبر قمة البنيان التعاوني في مصر، هو أعلى اللي هي الأمبريلا بتاع التعاونيات، اللي هو بيضم خمس اتحادات نوعية، اللي هي التعاونيات الاستهلاكية والتعاونيات الزراعية والتعاونيات الإسكانية والتعاونيات الإنتاجية وتعاونيات الثروة الشبكية. يعني احنا بس اهم حاجه، يعني انت حضرتك بتتكلم على كيان كبير جدا، تعاونيات كلنا في مصر واحنا ماشيين بنلاقي الجمعيات التعاونيه، الاداره التعاونيه، المنفذ التعاوني الاستهلاكي، بس احنا شعب مصري مش كتير يعرف ايه هي التعاونيات. فاحنا بس كنا عايزين اولا عدد التعاونيات دي في مصر قد ايه؟ يعني صغيره كبيره الارقام بتاعتها؟ لا كبيره، ارقام كبيره، يعني بتصل لحوالي 12,000 جمعيه ب 9 مليون عضو على مستوى الانشطه الخمسه. ال 12,000 جمعيه دول هل كلها جمعيات تعاونيه استهلاكيه دكتور مجدي، ولا فيها استهلاكيه فيها انتاجيه فيها ايه؟ لا هي بتختلف حضرتك. في البدايه برضو انا برحب بتقدم بالشكر للقناه وللعاملين في القناه، واقول لهم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان، وبحيي الشرطه والجيش بمناسبه العاشر من رمضان، واللي قدموا كل نفيس وكل غالي في حفاظ كيان الوطن ومصرنا العزيزة. الجمعيات التعاونية أو الحركة التعاونية ككل بتضم خمس أنشطة، من ضمنها التعاون الاستهلاكي اللي بيضم حوالي 2486 جمعية ب 4000 منفذ. التعاون الزراعي بيحاول 6500 جمعية زراعية. التعاون الانتاجي بيضم حوالي 1800 جمعيه، الثروه السمكيه بتضم حوالي 120 جمعيه، 119 بالادق يعني، الباقي الجمعيات الاتحاد التعاوني الانتاجي. دي كلها لخدمه الافراد ولخدمه الشعب ولخدمه اعضائها، وهي بتقوم بدور ملموس في كل الانشطه، سواء كانت جمعيات تعاونيه استهلاكيه فهي بتوفر السلع والخدمات لاعضائها وغير اعضائها بجودة عالية وبسعر منافس في الأسواق. الجمعيات الزراعية بتمد الفلاحين الأعضاء بتاعتها بالأسمدة والمبيدات، وبتحاول تسوق لهم المنتجات بتاعتها. الجمعيات التعاونية الإنتاجية هي عبارة عن مجموعة جمعيات بتضم صغار الورش كمان. يعني القطاع ده قطاع كبير جدا ومتشعب ما بين الشعب المصري، متشعب في الزراعه ومتشعب مع الفلاح، متشعب مع العامل، متشعب مع الاجهزه الحكوميه في وجود. بص حضرتك العامل البسيط متشعب معاه ليه؟ لان هو ده اكتر واحد احنا بنشتغل عشانه، اللي هو محدود الدخل واقل من محدود الدخل. احنا بنوصل زي ما اتفضل زميلي الاستاذ مجدي، احنا بنوفر السلعة اقل من السوق في السعر وبأعلى جودة، وبنوصلها ليه؟ عن طريق الشركة اللي هو شغال فيها، بتبقى معمولة جمعية للعاملين، اذا كانت جمعية اهالي برضو نفس القصة، بيوصل السلع لحد عنده وبأقل الاسعار من السوق. واحنا كمان احنا كنا عرفنا ان انتوا قدرتوا ازمات كتير كانت حصلت في الدوله في الفترات الاخيره اللي حصلت، فتره السكر وغيرها من الازمات، فاحنا برضو كلمنا عن الدور الكبير اللي انتوا قمتوا بيه، وازاي اللي انتوا بتقدروا تتصدوا الازمات دي، وازاي اللي انتوا بتقدروا توفروا
الخدمات للمواطن المصري والخدمات اللي بتقدموها لكل مواطن موجود في. هو حصل بالفعل يا فندم سنة 2016 أزمة السكر والرز والزيت، وكان ليا الشرف بقيادة معالي الدكتور أحمد عبزار رئيس الاتحاد العام للتعاونيات وزميلي الأستاذ مجدي، وكان سكرتير عام الاتحاد العام الدكتور حافظ الشلبي، ورحنا للشركة القابضة طلبنا منهم كميات سكر للجامعات بتاعتنا ولبوا الطلب فعلا، وسحبنا أكتر من 3800 طن سكر ورز برضو، دخلنا في حوالي 2700 وشوية طن، والزيوت وصلت لحوالي 1800 طن. فقدرنا في هذه الفترة ما نحسسش المواطن في الشارع ان في أزمة، لا التعاونات داخل، لان اساسا انا حبيت اذكر هذه الجزئيه بالذات عشان انا عايز اعرف المواطن المصري يعني ايه اتحاد عام للتعاونيات، وازاي ان هو بيقدم الخدمات اللي موجوده، وازاي ان هو بيتصدى للازمات دي، لان الكثير كثير من الشعب المصري ما يعرفش يعني ايه برضو اتحاد عام للتعاونيات، او بعض الاغلبيه من الشعب المصري ما تعرفش. فانا حبيت اوضح جزئيه مع حضرتك، لان انا عارف ان انتوا كيان كبير زي ما قال الزميل الدكتور سيد، ومتشعب في جميع المجالات، وعارفين ان برضو في الاسكان حضراتكم برضو قمتوا بدور كبير في الفترات اللي فاتت برضو، فبرضو عايزين نبذة عن هي التعاونات يا فندم اساسا دورها حركه ازمات، ويتفضل الاستاذ مجدي يقول لك لان برضو اشتغل على هذا الموضوع كتير وعامل دراسات فيها. هو حضرتك في 2016 فعلا بعد زياره او تشريف الدكتور احمد، إن سيادة الرئيس دعا لرئاسة الجمهورية، وحضرتك نزل من هناك من رئاسة الجمهورية إلى الشركة القابضة، وتم التعاون مع الشركة، وإحنا كمان تاني كاتحادات ما رضيناش إن إحنا ندي السلع الاستراتيجية ديت للجمعيات كلها، لا أديناها للجمعيات داخل مصالح حكومية وشركات حتى لا يتم تسريب أي ذرة سكر أو رز بره كده، لأن العمال داخل المصنع شايفين إن السلع دخلت، فلازم كل عضو من الأعضاء اللي موجودين داخل المصنع أو الشركات أو الجهات الحكومية دي بياخد حصته، فما يقدرش رئيس الجمعية أو الأعضاء إن هم يسربوا أي حاجة. ده بالنسبة للسكر والرز، وتعاقدنا كان عندنا اتحاد بورسعيد في كميات كبيرة جدا من الزيوت والمثليات، وبالتالي هم قاموا بدور، إحنا قمنا بدور كبير جدا ووصلنا هدينا السوق وهذبنا السوق من خلال ده. كمان أزمة كورونا، أزمة كورونا إحنا تعاقدنا مع إحدى الشركات الكبيرة في مصر بتوفير الكمامات والكحوليات بسعر أرخص من أي منفذ موجود على أرض مصر، يعني كان زي ما بقول كده كانت سعر الكمامة بتوصل للجمعية ب 80 قرش أيام، في نفس الوقت كان بتباع ب 5 جنيه بقى، وكده وصلناها حضرتك الى الجمعيه تبيعها ب 85 90 قرش، فدي كده هذبت السوق، فرق 20 جنيه على السوق. الكحوليات كان اللتر الكحول ب 40 جنيه، بره كان ب 70 جنيه و 80 جنيه، فاحنا هذبنا السوق في العمليه ديت وهدينا، فاحنا قمنا بدور كبير جدا داخل ازمات كمان تاني داخل المواسم. يعني حضرتك لو في شهر رمضان هنا هوت احنا الجمعيات بتقوم بدور كبير جدا في توفير السلع للمستهلكين بتاعتها ولاعضائها باسعار ارخص من السوق وبجوده عاليه. احنا بالنسبه لبرضو كاعضاء، هي الاعضاء في الجمعيه الاستهلاكيه وفي الجمعيه التعاونيه للتعاونيات قايمه على اعضاء فقط ولا قايمه على بقيه الشعب المصري؟ الاعضاء وغير الاعضاء. حضرتك النظام الداخلي للجمعيات بيقول ان الجمعيه تلبي رغبات الاعضاء وما يفيد عنها من الأعضاء بيديها للغير الأعضاء لخدمة المحيط السكني اللي موجودة فيها داخل الجمعية. الدكتور مجدي والأستاذ حسام ضيوفنا النهاردة في برنامج أهل كايرو، طبعا احنا عايزين نقول الدولة كلها بتتحول والدولة كلها داخلة على منظومة إلكترونية، يعني طبعا يعني هنترك هذا الإجابة على السؤال، يعني هنتكلم فيه ونترك الإجابة لحين خروج لتقرير كده مع زمايلنا احنا عاملينه من الاتحاد العام للتعاونيات برضو لتوضيح بعض الحاجات. الدولة بتتحول، هل النهاردة الاتحاد العام للتعاونيات بكل ما فيه بال 12 ألف جمعية بعدد الأعضاء اللي وصلوا لـ 9 مليون، هل هو النهاردة في خطة
مستقبلية أو مرحلية أو شغالين عليها دلوقتي الاتحاد العام لتحويل والتماشي مع الدولة في التحويل الرقمي اللي موجود والأرشفة اللي موجودة وخدمة الناس من خلال برضو العملية الرقمية؟ يعني هل هيكون في الجمعيات في برضو مكنة بتدفع بها فلوس؟ لأن النهاردة لما تدفع أكتر من 500 جنيه ممكن أخش أشتري سلعة من عندكم من الجمعية بأكتر من 500 جنيه. هل النهاردة هدفع يدوي فهدفع عليها 5% ولا أنت هتوفر لي مكانات وهتبدأ تتجاوب مع الدولة؟ قبل ما نجاوب على السؤال ده هنطلع مع زمايلنا لفاصل نشوف فيه تقرير من الاتحاد العام للتعاونيات. أعزائي المشاهدين من داخل الاتحاد التعاوني، سعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء الأستاذ بدر أبو صفا بدر، مدير عام الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمحافظة القنا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بسيادتك يا فندم. بس كنا عايزين النهاردة حضرنا الاجتماع لتغطية خاصة للقناة، وعايزين نعرف حضرتك أهم ما طرح اليوم في الاجتماع وأهم مناقشات وموضوع التطوير في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية. احنا نقدر نتكلم في تطوير الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وقبل ما نتكلم عن التطوير نتكلم عن هدف الجمعيات التعاونية الاستهلاكية. الهدف الأساسي للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بيبقى دايما خدمة المواطن البسيط، ده في الأول. ده مش معنى ذلك ان احنا تركيزنا بيبقى على خدمة المواطن البسيط، لا، احنا طبعا بنخدم فئة المجتمع كلها، بس بنبدأ الأول طبعا نظرتنا ونظرة السادة المحافظين ونظرة الدكتور أحمد عبد الظاهر ونظرة رؤساء التعاونيات في جمهورية مصر العربية ورؤساء مجالس الإدارات والجمعيات. الهدف الأساسي هو خدمة الطبقات الفقيرة. الناس ممكن حضرتك برضه تعرفنا على بعض الخدمات اللي بتقدم للمواطنين من خلال التعاونية؟ احنا قدرنا بفضل الله، يعني احنا عندنا جهات متصلة وفي تنسيق على أعلى مستوى بين جهات إدارية عندنا كديوان عام المحافظة بقيادة اللواء الوزير المحافظ، وعندنا قيادات طبعا زي الدكتور احمد عبد الظاهر رئيس التعاونيات على مستوى الجمهوريه، وعندنا في هنا كل الازمات اللي احنا واجهناها في الفترات السابقه، الفترات الصعبه على البلد وعلى الوطن، قدرنا نتعامل معاها من منطلق هذا التنسيق. بنشوف احتياجاتنا ايه، بنبلغ الاداره العليا، الاداره العليا بتتحرك بتوفر لنا السلع. احنا مرينا مثلا في ازمات في بعد ثوره يناير في الفترات السابقه وفي ازمه الاقتصاد العالمي، احنا مرينا بازمات مثلا توفير السكر، ازمات توفير الرز، أزمات توفير البقوليات. قدرنا نواجه الأزمات دي، في إدارة عليا بتتحكم طبعا. احنا الكلام اللي انا بقول ده هو اللي تم في الواقع فعلا. احنا عندنا في هنا كان عندنا محافظ ماهر جدا اللي هو عبد الحميد الهجان، اللي بوجه له الشكر، فعلا كان واقف في ظهر الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في توفير السلع، ودلوقتي بنكمل المسيرة مع السيد الوزير المحافظ اللي هو أشرف الدودي. بس طبعا أزمة كورونا بعدتنا ان احنا نقدر نعمل معارض زي الفترات السابقة، لكن احنا عايز اقول لحضرتك دلوقتي هل هناك بعض العقبات التي تواجه التعاونيات في الفتره القادمه، والرساله لمين من الجهات المسؤوله علشان ازاله هذه العقبات؟ احنا حضرتك العقبه الوحيده الفتره اللي احنا موجودين فيها دلوقتي واللي هيبان اثرها في السنوات القادمه هو حكم المحكمه الدستوريه العليا الخاص بالاجراءات القديمه. الحكم ده يا فندم، احنا مثلا كجمعيات المحافظه على مستوى الجمهوريه، جمعيات المحافظه على مستوى الجمهوريه كانت هي المنفذ الوحيد المتواجد لخدمة المواطنين على مستوى الجمهورية، مش في هنا بس. المنافس دي لما وفرتها الدولة في فترات السبعينات كانت منافس بأسعار رمزية وما زالت متواجدة. فبنلتمس من حضراتكم ترفعوا صوتنا للدولة بخصوص حكم المحكمة السورية. أستاذ بدر أبو صفا بدر، مدير عام الجمعيات التعاونية الاستهلاكية محافظة قنا، نشكر حضرتك جزيلا. سيادتك يا فندم، شكرا جزيلا لسيادتك. أعزائي المشاهدين، ابقوا معنا من داخل الاتحاد التعاوني الاستهلاكي الاتحاد العام للتعاونيات ولقاءات خاصة في تغطية خاصة. أعزائي المشاهدين، نستكمل لقاءاتنا من داخل الاتحاد العام للتعاونيات، وسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء الدكتور محمود سامي رئيس الاتحاد الاستهلاكي لمحافظة الجيزة وسكرتير عام الاتحاد المركزي. أهلا وسهلا بك. أهلا بك يا فندم. أهلا فندم. النهاردة كان اجتماع في الاتحاد العام جمع رؤساء الاتحادات ومديرين عموم الاتحادات على مستوى محافظات 27 محافظة. أهم توصيات الاجتماع النهاردة وأهم نقاط جدول الأعمال اللي كانت موجودة؟ والله كان أهم النقاط اللي موجودة كان في عرض من أحد الشركات للمنظفات، وكان في برضو لأن من شهر 10 ما تمش اجتماع مجلس إدارة، فالحمد لله تم النهاردة اجتماع من شهر 10، أول اجتماع يتم بين رؤساء الاتحادات الإقليمية الاستهلاكية على مستوى الجمهورية.
فطبعا في بعض الامور بتبقى مشاكل في العمل ومشاكل في التنفيذ في اليات التنفيذ. فالحمد لله يعني قدرنا نتوصل لتوافق ما بين السادة الاعضاء يعني. وكان في برضه حكم المحكمة الدستورية بتاع اللي هو طرد بعض الجمعيات من المالك والمستاجر اللي هو طبعا، فطبعا ده كان اثار فزع بين السادة الرؤساء لانه طبعا اغلب جمعياتنا كلها مؤجرة. الدكتور احمد عبد الظاهر اقام مؤتمر صحفي وقال ان هيكون هناك عده لقاءات اخرى لنشر ثقافه التعاونيات على مستوى الجمهوريه وتوعيه المواطن بمدى يقدمه الاتحادات التعاونيه للمواطن المصري. هو ده المفروض ان احنا بنتشجيع التشجيع وان يعني عاوزين ننشر في ثقافه التعاونيات بين الناس، لانه طبعا دي هي هتفيد المستهلك وهتفيد المجتمع لانه ده التعاونات هتهدف للربح. الدكتور محمود سامي النهارده كان هناك توصيات واوامر مباشره من القياده السياسيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ان تمتد التعاونيات لافريقيا اللي هو المداد الطبيعي لجمهوريه مصر العربيه. ماذا تم وما هي الخطه المستقبليه لامتداد التعاونيات لافريقيا؟ حقيقه وفي الاتحاد الافريقي هنا موجود في القاهره والرئيس الدكتور احمد عبد الظاهر، فانا اامل انه يفعل دوره كويس. يعني مش ان احنا شكلنا اتحاد وجبنا دول افريقيه وقعدنا لا، يفعل الدور بتاعنا في دول افريقيه الحركه التعاونيه فيها قويه جدا زي كينيا وزي نيجيريا وجنوب افريقيا ده، فلازم يعني في توافق عشان ازاي نخرج ازاي ننشر الحركه التعاونيه بتاعتنا او فكرنا احنا، لان هم بالله زالوا الناس بيعتبرونا احنا القاده. عايزين رساله اخيره للمسؤولين في المواقع التنفيذيه بالكامل للمساعده والمعاونه في الارتقاء بالحركه التعاونيه. يا فندم احنا عاوزين نتفك من غير القيود الحكوميه. القيود الحكوميه دي تعبانه. يعني انا يعني عاوز اقول الدوله ما بتدينيش حاجه. ليه يعني الرقابه بالطريقه دي ما ينفعش. الدكتور محمود سامي رئيس الاتحاد التعاوني بمحافظه الجيزه وسكرتير عام الاتحاد العام للتعاونيات، شكرا لحضرتك على هذا. شكرا يا فندم. شكرا. اعزائي المشاهدين ابقوا معنا من داخل الاتحاد العام للتعاونيات وتغطيه خاصه ل ورجعنا لكم بعد ما شفنا التقرير وشفنا قد ايه الاتحاد العام للتعاونيات والحديث عن التحول الرقمي زي ما قال زميلنا الدكتور سيد، وهنتكلم مع الاستاذ مجدي النهارده وهيعرفنا رؤيته في التحول الرقمي لان مصر كلها اتجهت للتحول الرقمي، فعايزين نعرف من حضرتك الرؤيه بالنسبه للاتحاد العام للتعاونيات. هو بالنسبه للتحول الرقمي في مصر بالذات وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عملة استراتيجية لتحويل مصر رقمية أو رؤية مصر رقمية 2030، ودي بتتعامل جميع الجهات وجميع الوزارات هتتعامل في جميع مناحي الحياة من خلال التحول الرقمي. التحول الرقمي يعني اسم بس يعني هو ليه تعريفات كتير جدا. تعريفاته وتحويل الإجراءات والواقيات اللي احنا كنا بنعملها داخل مصر الحكومية والإجراءات الروتينية والقضاء على الروتين والإجراءات الروتينية دي كلها تحويلها إلى نماذج إلكترونية سهلة وميسرة لجميع الأفراد الشعب. أنا في وجهة نظري هو التحول الرقمي عبارة عن استخدام التكنولوجيا أو استغلال التكنولوجيا في خدمة البشرية. كل مناحي الحياة تتحول بعد كده إلى استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ديت هتحقق حاجات كتيرة، هتحقق عناصر النجاح للدولة المصرية، هتقلل التدخل البشري في الأعمال، هتحارب الفساد، كمان تانية هتأكد اهتمام الدولة خلال الفترة المقبلة ديت بالتحول الرقمي ده. لو بصينا للحتة المحاول اللي اتحطت عليها التحول الرقمي هو تحويل مصر إلى مجتمع رقمي صرف، بتزود مهارات الوظائف الوظائفية داخل المصالح الحكومية والشركات، فدي حاجة كويسة جدا. هتدي طاقات للإبداع الشبابي وبتهتم هي بالشباب،
وكانت في عباره عن مسابقه خلال نهايه شهر مارس في الاقصر، مسابقه تكنولوجيا المعلومات وكمان تاني العقول البشريه داخل الاقصر ديت، واشتركت فيها 12 دوله عربيه وافريقيه، وكانت بتمثل حوالي 150 فريق من 60 جامعه. والحمد لله ان مصر طلعت من 4 جامعات اللي هتصفي في هذه المسابقه في روسيا ان شاء الله باذن الله. بتلعب الاستراتيجيه بتاعت التحول الرقمي دي على محاور تطوير البنيه التحتيه الرقميه وتوفير الاطار التشريعي للاجراءات الخاصه بالرقمنه دي. كمان تاني بتعمل تعزيز للشمول المالي. احنا شفنا دلوقتي جميع مناحي الحياه دلوقتي يتعامل من خلال كروت فيزا او كروت الائتمانيه بتاعتك، انك انت في تحويل كمان تاني الفاتوره الرقميه الكتابيه الورقيه الى فاتوره الكترونيه كمان تاني، بالاضافه لحاجات كتيره جدا، تسديد الضرائب. حضرتك بمجرد انك انت بعمل فاتوره الكترونيه بيتحول تلقائيا للضرائب، ودي بتبقى فيها حاجه كويسه ان ما فيش تهرب للضريبي، وبالاضافه كمان تاني ان الضرايب ما تقدرش تقدير جزافي على الشركات والمصانع. يعني انا كمان كمستهلك برضو، يعني انا كمستهلك يبقى معايا فاتوره بتقول اه رسمي بتضمن لي ان انا ارجع المنتج ده وارجع المنتج ده. نقدر نقول ان هي وفرت الوقت والجهد ووفرت حاجات كتير على المواطن، يقدر من خلاله وهو في المنزل يدفع فواتير ويدفع كل ما هو ويعمل بطاقات شخصيه، يعمل رخصه مهنيه، يعمل رخصه قياده كمان تاني، انها وفرت ان انا كمان تاني ان انا ممكن اخد احنا كحركه تعاونيه استهلاكيه او حركه تعاونيه عامه، يعني تعاقدنا مع احدى البنوك الكبيره ان احنا هنوفر ماكينات المبيعات صرف المبيعات داخل جميع المقرات الجمعيات، ودي بتوفر للمستهلك ان هو ما يشيلش اموال بياخد كده اهوت، وبعد كده بياخد ائتمان 55 يوم، المكنه البي او اي اس دي 55 يوم ائتمان، بياخد ائتمان 55 يوم، يدفع خلال 55 يوم ديت الفلوس للبنك او للجمعية. والجمعيه نفسها خدت من البنك قيمه المبيعات بتاعتها يوميا في نفس اللحظه. يعني بعد عايز برضو يعني نقول ان طالما في استعدادات وفي تحرك مع الدوله بهذا الشكل، النهارده انا سمعت رقم مش صغير، يعني لما اتكلم في 12000 جمعيه هذا رقم ليس برقم صغير، وفي 9 مليون بني ادم بيشتغلوا. انا بتكلم بقى في 9 مليون بني ادم وراهم اسره، يعني اتكلم 9 دول في 4 متوسط ولا في 5، يعني علشان اتكلم اللي بيستفادوا من او بيعملوا على منظومه التعاونيات في مصر. اكيد طبعا احنا في هذا الشهر الكريم في استهلاك كتير للسلع، في طلب كتير على السلع، ان كانت السلع التموينيه او السلع الاستهلاكيه، وكذلك العيد بقى وكحك العيد وبتاع. هل الاتحاد بجمعياته يعني عندهم الاستعداد الكافي لهذا الشهر الكريم انه يغطي احتياجات المواطن؟ هو بالفعل يا فندم حصل الكلام دوت في بعض المحافظات، يعني مش بعض، الاغلبيه اشتركوا في مشروع اهلا رمضان اللي هي بتعمله المحافظات. كل محافظه بتعمل التسويق دوت بتاع اهلا رمضان، فمعظم جمعياتنا اشتركت فيه، يعني في المنيا وفي هنا وفي اسماعيليه وفي بورسعيد في السلع اللي هي الموجوده. طب والاسعار برضو بالنسبه لنا؟ بقول لحضرتك احنا اسعارنا بتبقى تملي اقل. ليه؟ لان احنا غير هادفين للربح، احنا ما بنهدفش للربح، لان احنا ما حدش هيحاسبنا انت خسرت او كسبت، لا، احنا دورنا ان احنا نوفر السلعه والخدمه للعضو باقل سعر وباعلى جوده وبدون وسيط. وبدون وسيط لا. طب الخطه المستقبليه بقى، احنا داخلين على عيد الفطر المبارك، كل سنه وانتم طيبين، ايه الخطه اللي استعد بيها الاتحاد العام وابتدى ان هو يطرحها الفتره اللي هي جايه دي؟ وحسام بيه كمان قال لي ان هناك معرض اتعمل في هنا على ما اعتقد، بس هو ما لحقش يجيب ال ما لحقش يجيب لك الداتا بتاعته. معرض كبير يعني جدا، معرض كبير جدا في هنا، وحضره المحافظ افتتحه بعض المحافظات وفي الاسماعيليه، كانت مشرفه عليه الغرفه التجاريه، واختارت التعاونيات بالذات اكيد ان هي تشترك ضمن المشروع بتاعها دوت، وشغالين والحمد لله، يعني محقق مبيعات يوميه رهيبه.
شاء الله بالتوفيق دايما. واحنا عايزين نعرف برضو باستعدادات عيد الفطر المبارك اذا كان في برضو معارض للملابس لخدمه المواطنين. هو في حاليا معرض بيتجهز برضو في هنا من غزل المحله، جمعيه غزل المحله لمنتجات غزل المحله، سواء كانت ملبوسات او مفروشات، وفي نفس الوقت برضو جمعيه هيئه قناه السويس بتجهز لمعرض برضو كبير يخدم اكتر من حوالي 35 الف عامل في الشركه، فدي برضو مشاركه فعاله من الجمعيه لاعضاء. اكيد طبعا مجهود رائع من الاعضاء ومن القائمين على الاتحاد العام للتعاونيات، واحنا سعداء اللي احنا بنسمع منكم الكلام الجميل وبنشوف معاكم قد ايه بتقدروا توفروا الخدمه للمواطن. معرضنا ما بتبقاش في سلع معينه، لا بتبقى شامله جميع السلع، سواء كانت استهلاكيه او ملبوسات او ادوات منزليه او مفروشات او سلع معمره، يعني بيبقى متنوع المعرض. بيبقى متنوع ما شاء الله. احنا في الفترات اللي جايه اكيد طبعا هنكون موجودين معاكم ان شاء الله باذن الله، بس احنا نطلع نشوف تقرير في الاتحاد العام للتعاونيات ونرجع مع الزميل الدكتور سيد محروس تاني، نطلع نشوف التقرير يا شباب ونرجع تاني. مشاهدينا من داخل الاتحاد العام للتعاونيات وفي لقاء خاص وتغطية خاصة من داخل الاتحاد، واجتماع هام جدا لمناقشة جدول أعمال لاجتماع طارئ. يسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء الأستاذة سوزان حنا مدير عام الاتحاد التعاوني بالقاهرة. أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك يا فندم. الاجتماع الماضي اللي تم تغطيته من قبل القناة كان خاص بتطوير ومراحل تطوير 2030 للتعاونيات ومدى فاعلية الاتحاد في تطوير التعاونيات في الفترة القادمة. تمام، احنا على التطوير بدأنا فعلا نطور اي جمعية فيها اي خلل اي مشاكل اي مشكلة بتقابل اي جمعية، احنا على طول واقفين جنب معها كاتحاد من ناحية موظفين من ناحية مراجعين، ما بنسيبش اي جمعية الا ما بنقف على حل المشاكل بتاعتها. زي ما بنتكلم عن التطوير 2030 داخل الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بجميع تعاونياته كانت إنتاجية أو استهلاكية أو إسكانية، برضو هنتحدث عن المعوقات التي تقابل أو التحديات التي تقابل التعاونيات في الفترة القادمة. تمام، أنا عندي كذا مشكلة كده، يعني لو قلنا في البداية في كانت عندي مشكلة وما زالت لغاية النهاردة، اللي هي كثرة وتعدد الرقابة على الجمعية. أنا الجمعية لو هبص لأي للوزارة، وزارة تموين مثلا، ما بتستفدش حاجة من الجمعية. الجمعية دي عبارة عن مجموعة مساهمين هم من نفسهم بيكونوا الجمعية زي ما حضرتك عارف، وهم من نفسهم بيوفروا السلعة لنفسهم، يعني لا بياخدوا حاجة مدعمة ولا إلا إذا هتلاقي بقى عليهم بقى حتة تعدد الرقابة، ناس جاية تفتش على السجلات يفتشوا اهلا وسهلا بس جهه واحده. كمان في صدور حكم دستوريه بالخاص بعلاقه المالك والمستاجر، حيث مدى عقباته على الاتحاد؟ دي هتبقى مشكله كبيره، يعني كده بيقولوا لنا للتعاون كده خلاص، اي يعني جميع المقرات كده يبقى خلاص للاسف. وبعدين انا فين هنا الدوله؟ ده هل الدوله بتقف جنب التعاونيات؟ طب واقفه جنب التعاونيات، ده احنا وقفنا يمكن رئاسه مجلس الوزراء ورئاسه الجمهوريه استنجدوا هنا برئاسه الاتحاد المركزي ايام ازمه السكر. في الازمات فعلا بيقولوا انتوا فين يا تعاونيين، وفعلا كانت ازمه السكر ما خدتش ايام، والحمد لله بفضل مجهود جميع التعاونيين وكله ما عادش حد، رغم ان احنا كان عندنا امل كبير في حته اول ما افريقيا فعلا امتداد يبقى في تعاون بيننا وبين افريقيا، بين اي دوله افريقيه وبين الدوله الثانيه في حته اللحوم في الدواجن، اي دوله بتبقى فيها طبعا بيبقى تبادل سلع. طيب فين هنا منين يعني سوري بتمدونا، ومنين هنا هتكلبشونا في حته المقر؟ عندي برضو نقطه برضو خطيره، يمكن مش عارف حضرتك تعرفها ولا لا، اللي هي حته العاصمه الاداريه الجديده.
بأتمنى وبأناشد رئاسة الوزراء وبناشد سيادة الرئيس إن هو يوفر لكل مقر لوزارة أو هيئة أو شركة مقر لجمعيات عونية تخدم، يعني أي موظف بيبقى موجود في الديوان محتاج ساندويتش، محتاج حتة كيكة، محتاج أي محتاج ياخد السلع بتاعته قبل ما يروح بيته، لأن هو بيخلص الشغل الساعة كام وهيروح يبقى ياخد حاجته معاه. فأنا بناشد رئيس الجمهورية، بناشد رئاسة الوزراء، بناشد كل واحد مسؤول يبصوا للتعاون، طالما التعاون انتوا بتلجأوا له ساعة الأزمات احنا بنناشد ان انتوا توفروا لنا اماكن في العاصمة الإدارية. الأستاذ حسين حنا مدير عام للاتحاد التعاوني بالقاهرة، شكرا لحضرتك على ذلك. ميرسي خالص وكل سنة وحضراتكم طيبين. أعزائي المشاهدين ابقوا معنا من داخل الاتحاد العام للتعاونيات ولقاءات خاصة وتغطية خاصة لتطوير وبث ثقافة التعاونيات للمواطن المصري. أعزائي المشاهدين عدنا إليكم من داخل الاستوديو وبرنامجكم أهل كايرو، وبنستكمل لقائنا الشيق الممتع جدا مع التعاونيات وأهمية التعاونيات ودور التعاونيات مع المواطن المصري ولخدمة الدولة ولخدمة المواطن المصري. طبعا دائما في لقاءات كثيرة بنجد أن السيد الرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتحدث عن الشباب، ونخلي بالنا من الشباب ونهتم من الشباب وهنعمل إيه بالشباب. هل التعاونيات ليها دور في الاهتمام بالشباب، في توفير فرص عمل للشباب، في توفير مشروع للشباب؟ دور التعاونيات والشباب ايه اللي هي بقى الحاجه اللي كل الدوله متجهه اليها؟ اكيد طبعا في عندنا التعاونيات الانتاجيه، ده قطاع برضو عريق وكبير، في عنده جماعة بتاع دوت المشروعات الصغيره ومنتهى الصغر، واحنا الملف ده شغالين عليه، وكان برضو الدكتور مجدي حاضر معانا وقدم ورقه عن هذا العمل. كان في مشروع اسمه فرصه متقدم بيه وزاره التضامن الاجتماعي، وجم الناس وقعدوا معانا في ندوه كبيره في الغردقه، دي هتستوعب برضو شباب كبير جدا للعماله بتمول المشروعات دي، مشروعات ومش بس وورش، يعني بيطوروا في ورش انتاجية، ورش انتاجية ومشروعات متناهية صغيرة وصغيرة، صناعات الموبيليا، الأحذية، الجلود. والموضوع ده هيكلمك برضو فيه أكتر دكتور مجدي، لأن عامل فيه ورقة عمل وعرضها في الغردقه. يلا دكتور مجدي احنا بنحارب الدكتور مجدي ده في كل حاجه. شكرا لزميلي، خلي بالك احنا شباب يعني شباب فعايزين فرصه عمل. طبعا هو صراحه ربنا رؤيه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ان استثمار الحقيقي في المستقبل هو عقول الشباب، وهو يعني بيركز على الحته ديت، ومن خلال تدريبهم او تعليمهم تعليم غير نمطي غير تقليدي، نعم، وخروج بره الصندوق. وبيقول ان هو عقول الشباب دي هو الاستثمار، لان الشباب ده يعتبر اصل من اصول الدوله، الطاقه المنتجه لكل دوله متقدمه هي الشباب. كمان تاني حته ديت الجزئيه ديت الحركه التعاونيه، ورجعنا لكم طبعا نأسف لعطل فني، ورجعنا لكم ومع الأستاذ مجدي بنكمل الشباب ودور الشباب والدور اللي بيقوم بيه الاتحاد التعاوني مع الشباب. كامل هو احنا بالنسبة للاتحاد العام للتعاونيات حط خطة أو استراتيجية صغيرة كده بالنسبة للشباب وبالنسبة للتحول الرقمي ده، فعمل مجموعة من الأنشطة التدريبية بدأنا نستثمرها ديات، برامج لأساسيات الابتكار بالنسبة للقيادات الشبابية والأجهزة الوظيفية عندنا، كمان برامج للتحول الرقمي لمكافحة الفساد، برامج أساسيات التحول الرقمي نفسه، برامج تنمية المهارات الرقمية لدى الشباب، برامج أساسية مهارات الحاسب الإلكتروني، طبعا ده أهم حاجة الحاسبات الآلية ديت بندرب عليها الشباب، وعلى أحدث البرامج التقنية الخاصة بالتحول الرقمي ده، برامج تنمية مهارات العاملين إزاي فن البيع، عشان الشباب اللي موجود عندنا ده لابد نسقي مهاراته ونسقي مواهبه من خلال
دورات تدريبية تثقيفية، وكمان تاني بدأنا نعمل كمان تاني دورات لنشر الوعي لدى الشعب المصري بالحاجة التعاونية. وفي هناك كمان جزء في التعاونيات إنتاجي، فبياخد إيد عاملة أو بيستوعب إيد عاملة. بالنسبة للجمعيات التعاونية الإنتاجية ديت في ميزة كويس جدا، إن معظم الأعضاء المشاركين في هم منتجين نفسهم، يعني هم أعضاء ومنتجين، والحركة التعاونية الإنتاجية بتحاول تسوق المنتجات الخاصة بالشباب ديت، سواء كانت ورش صغيرة أو داخل البيوت أو داخل أعضاء، بتبقى في بعض السيدات بتعمل داخل بيوتها أجهزة تطريز بتاع، بتحاول الحركة التعاونية كمان تاني أن تستغل دي وتسوق ليهم منتجاتهم دي، وبالتالي بتساعد الشباب إيجاد فرصة عمل حقيقية ذاتية من خلال برضو التطوير وتنمية مهاراتهم. وعندنا جمعيات ستات بيوت زمان الأستاذ، عندنا جمعيات ليها دور كبير طبعا في المجتمع المصري في نشر الفكر والثقافة المصرية للشباب والوعي للشباب، زي ما حضرتك قلت عملنا الادوات التثقيفيه وحاجات كتير. فاحنا عارفين ان مصر كانت مستهدفه في الفترات اللي فاتت، كان في مغامرات كتير، حروب الجيل الرابع والخامس، وكان في شباب كتير مستهدفين ان هم الثقافه انهيار ثقافتهم من خلال وسائل كتير شفناها. فاحنا كلنا في المجتمع المصري لينا دور كبير في تصدي هذه الازمات وتصدي هذه الافكار برضو السياسيه. فبالتالي حضرتك قلت احنا لينا تثقيفات مع الشباب وتوعيه للمؤتمرات وده وده وده، فاحنا عايزين نعرف يعني برضو هو الحركه التعاونيه عامه بتهدف الى التثقيف والتدريب من خلال انها بتخصص 5% من هامش الربح بتاعها للتدريب والتثقيف، لعمل دورات تدريبيه تثقيفيه. بالإضافة كمان تاني الحركة التعاونية بتخدم المجتمع المصري من خلال أنها برضو بتستخلص 5% من هامش ربح الجمعيات إلى خدمات اجتماعية للمناطق المحيطة بالجمعيات ديت وتطويرها ونظافتها. وكمان تاني اهتمام بالشباب، حتة الاهتمام بالشباب ديت اهتمام كويس جدا بالنسبة للحركة التعاونية بتقوم بيها من خلال الدورات التدريبية التثقيفية بتاعتها في نشر الفكر وتنمية مهارات الكوادر القيادية وأيضا الشباب العاملين داخل الشباب هي الطاقة المنتجة لأي مجتمع متقدم. إن استثمار العقود زي ما قلت قبل كده إن الشباب هو أصل من أهم الأصول الخاصة بالدولة، يجب أن نهتم بها ونعتني بها. طيب إحنا عايزين طبعا، يعني أنا حاس كده من حديثنا عن التعاونيات إن إحنا وعدنا نعمل حلقتين 13-15 حلقة 100 حلقة مش هنغطي أنشطة وخدمات التعاونيات اللي موجودة على مستوى الجمهورية، لذلك إحنا لا السبب لأن دي حركة أزمات. نعم يعني التعاونيات يعني كل ما كان هناك، أنت بتقول مصطلح ممكن إحنا والجمهور ما يعرفش حركة أزمات، يعني ساعات بتحصل مشكلة أو أسبب أي شيء تبص لك على زي ما حضرتك حكيت والدكتور مندي دلوقتي حكوا عن ان كان في ازمه في السكر كانت التعاونيات موجوده، كان في ازمه في الزيت كانت التعاونيات، كان في لما بيكون في ازمه بتتواجد التعاونيات. فدي هو الهدف من المصطلح اللي حضرتك بتقوله ده. في سيد بيه من ايام من ساعه ما انشئت التعاونيات في مصر في عهد المرحوم عمر لطفي، وهي بدات ساعتها كانت الحاله الاقتصاديه تعبانه بالنسبه للمواطن المصري بالظبط، ما كانش فيه فلوس زي دلوقتي. أيوة. والسلع من زي دلوقتي ابتدت تظهر الحركه التعاونيه في انه عمل جمعيه زراعيه سنه 1908 في شبرا النمله، دي برضو ساعدت في الزراعه وال بتاع ده التقاوي والمبيدات. جه بعديها عمل الجمعيه الاستهلاكيه في اسكندريه وموجوده لحد النهارده، لحد النهارده موجوده. ده على فكره الجمعيه دي جمعيه موظفي الحكومه والشركات هي اللي بنت مستشفى اسكندريه. احنا محتاجين، ادي اول مره حد يعرف، محتاجين ان شاء الله ان يكون برنامجنا تمام هو بيغطي جميع الاحداث الخاصه بالتعاونيات والحركه التعاونيه في كل مجالاته، بقى ان كنتوا بتعملوا انشطه خاصه بالناس ان كانت في جمعيات انتاجيه ان كان في زراعيه، نروح ونغطي ونعرف الناس يعني ايه تعاونيات
فيما قال الدكتور احمد عبد الظاهر في الحلقه اللي كان موجود معانا فيها وتشرفنا بوجوده معانا، انه هو يرغب في نشر ثقافه التعاونيات من اول وجديد تاني، ويرغب في طرح ونشر ثقافه التعاونيات. لكن السؤال اللي احنا عايزين بقى يعني نقول فيه او نقول منه حاجه مهمه للناس، نوجه رساله للدوله، الحركه التعاونيه في مصر هل بتحتاج من الدوله حاجه؟ هل ليها مطالب عند الدوله؟ اكيد طبعا. اتفضل. يعني اولا الدعم، المفروض ان الدوله، لان هي ذكر الكلام ده في الدستور، طب ما بقى برعايه التعاونيات ومصالحها عايزين الدعم الدعم العيني مش الدعم المادي. يعني مش عايزين دعم مادي، نعم، احنا عايزين الدعم العيني. وضح بقى. لا 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 احنا الدعم المعنوي. احنا عايزين الدعم المعنوي، وان الجهات الرقابيه اللي هي بتشرف على التعاونيات هي متواجده لحل المشاكل مع التعاونيات، مش اخلاء المشاكل للتعاونيات. نعم، هو ده اللي احنا طالبينه، ان الجهات الرقابيه تقوم بدورها زي ما قال القانون، ان هي تعاون التعاونيات. ايه المشكله عند التعاونيات؟ في ايه؟ في كذا كذا كذا. لا، نزيل العواقب ديت، انما ما نعملش يعني اللي طالبه من الدوله ازاله العقبات اللي بتقابل التعاونيات في مرحله. دكتور مجدي، بالنسبه كمان تاني يعني حاجه مهمه جدا، وضع التعاونيات داخل خريطه الموازنه التخطيطيه للدوله، المشروعات الدوليه. نعم، لان الدوله هي يعني عامه ما بتنظرش نظره التعاونيات الا في حاله الازمات بس. لكن احنا بنقول وضعها في اجندة الدولة، بحيث انها تنمي وتطور وتحدث الجمعيات على اساس تقوم بالخدمة للمستهلك المصري، وكمان تاني تساعد التعاونيات في حل بعض المشاكل المالية. يعني قانون مثلا قانون 109 لسنة 75 للتعاون الاستهلاكي بتنص المادة 22 ان الدولة تدعم التعاونات الاستهلاكية بمبلغ من خلال الموازنة المالية للدولة لخدمة المراجعة والإشراف والبتاع للاتحاد. يعني هي متخصصة، خلي بالك عشان برضه ما يختلطش الأمر، ما يختلطش الأمر بتاع أستاذ مجدي. أنا بقول لك احنا طالبين دعم معنوي مش مادي. الدعم المادي ده اللي ذكره الأستاذ مجدي مادة 22 دي عشان خاطر المراجعة والحسابات الإشراف والمراجعة الإشراف، مش عشان خاطر ان احنا نجيب بيها سلع. نعلم جيدا يا استاذ حسام ان الدوله اتجهت للتطوير في جميع المجالات، واحنا قلنا واتكلمنا عن نبذه للتحول الرقمي، فعايزين نعرف استعدادات بقى الاتحاد التعاوني للتحول الرقمي في التطورات اللي احنا موجودين فيها في مصر. ابتديت تستعد عامه الحركه التعاونيه المصريه بترتكز في عملها او على محاور اساسيه، اهمها محور الاداره العلميه واللي بتهتم بنظم المعلومات. الحركة التعاونية لديها قاعدة بيانات كبيرة جدا عن الجمعيات وعن أعضائها ومواقعها وكمان أصولها وكل البيانات خاصة بالجمعيات. لو ادينا مثال بسيط للتعاون الاستهلاكي بس، عمل 8 كتيبات إحصائية تحليلية اقتصادية مالية حتى 2019، آخر كتيب صدر لحتى 2017 و18 و19، منذ 85 حتى الآن 8 كتابات إحصائية. ده بيدي فرصة حتى للباحثين تتعرف على التعاونيات، إنها تتعرف بالتعاونيات، اللي عايز يعمل رسالة ماجستير ودكتوراه. طبعا احنا عارفين وزي ما قال الدكتور سيد ان اتحاد العام للتعاونيات كيان كبير، ولو قعدنا نتكلم فيه من هنا لغايه لو مشروع التحول الرقمي مش هنقدر نخلص فيه، بالذات التحول الرقمي والانشطه اللي موجوده داخل الجمعيه. بس عشان وقت البرنامج ان احنا عملنا تعاقد مع احد البنوك زي ما اتفضل استاذ مجدي، ماشيين في الموضوع ده ان شاء الله ونكمل في حلقات قادمه ان شاء الله. عشان وقت البرنامج احنا بنشكر ضيوفنا طبعا النهارده، دكتور مجدي جورج مدير عام التخطيط بالاتحاد، والأستاذ حسام الدين حنفي مدير عام بالاتحاد التعاوني المركزي الاستهلاكي. بنشكر ضيوفنا، بنشكر برضه شكرا شكرا كل سنه طيبين، وربنا يعيد عليكم الايام دايما بخير وعلى الامه الاسلاميه والامه العربيه باذن الله باليوم يا رب ان شاء الله. وتملي بنقول في كل نهايه حلقه عندنا، اللي بيحب مصر يخاف على مصر، والى اللقاء في حلقه قادمه. شكرا يا فندم. شكرا.